النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بالمملكة خلال الفترة القادمة. في البداية نذكركم بالاشتراك بقناتنا على اليوتيوب، كذلك الحال تفعيل زر الجرس لاستلام آخر التنبيهات الجوية العاجلة أولا بأول. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض لآخر صور الأقمار الاصطناعية والتي ترصد حركة السحب من حولنا. مباشرة لدينا هنا في طقس العرب نلاحظ معكم خلو سماء المملكة من أي تواجد السحب على الإطلاق، كذلك الحال مناطق بلاد الشام والمنطقة برمتها. على النقيض نلاحظ معكم وجود كميات كبيرة من السحب متوسطة وعالية الارتفاع نحو داخل البحر الأبيض المتوسط. هذه السحب في طريقها للحركة نحو الشرق نحو المملكة وسائر المنطقة بعيد ساعات ظهيرة غدا الخميس، وهي تسبق نشوء أحوال جوية غير مستقرة بمشيئة الله بوقت لاحق من يوم الجمعة بعيد ساعات ظهيرة الجمعة. هذه الأحوال الجوية غير مستقرة متوقع أن تنشأ بعد ساعات ظهيرة الجمعة كما تحدثت، نتيجة قدوم كتلة هوائية باردة ورطبة من الجزر اليونانية وجنوب الأراضي التركية نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بالتزامن مع وجود امتداد لمنخفض جوي على السطح. هذا التلاقي فوق المنطقة سيؤدي إلى نشوء هذه الأحوال الجوية غير مستقرة، وبالتالي تتهيئ الفرصة مع ساعات ظهيرة الجمعة لتساقط زخات رعدية متفرقة من الأمطار في عموم هذه المناطق. تكتسب هذه الزخات طابع الغزارة في مناطق عدة في دولة فلسطين بالأخص شمالها ووسطها، كذلك الحال شمال ووسط المملكة، أيضا مناطق البحر الميت والأغوار بمشيئة الله تعالى، كذلك الحال في مناطق لبنان وغرب سوريا ومنطقة مرتفعات القلمون، حيث تكون الحالة الجوية في هذه المناطق جميعها قوية بمشيئة الله مع ساعات بعد الظهر وعصر ومساء الجمعة، لكن لفترة محدودة حتى ساعات مساء وليل الجمعة الأولى، حيث تتحرك هذه الأحوال الجوية غير مستقرة مع حركة امتداد المنخفض الجوي على السطح نحو الشرق نحو الأراضي العراقية، في حين تبدأ كتلة هوائية باردة ورطبة بالتأثير على المنطقة ستعمل على انخفاض درجات حرارة بشكل واضح وكبير، ارتفاع نسب الرطوبة وعودة للأجواء الباردة. نعود معكم للأجواء الأكثر دفئا وجفافا من المعتاد التي تؤثر على المملكة والمنطقة مع ساعات، والتي أثرت مع ساعات نهار الأربعاء، كذلك الحال مع ساعات يوم غدا الخميس. لاحظوا معي هذه الألوان تدل على ارتفاع درجات حرارة في طبقات الجو المنخفضة خلال 36 ساعة قادمة. لاحظوا معي يوم الخميس هذه الألوان الداكنة تدل على ارتفاع درجات حرارة إلى مستويات عشرينية فوق العديد من المناطق، لكن مع ساعات نهار الجمعة نلاحظ معكم دخول الهواء البارد صوب مناطق بلاد الشام ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط قادما من الغرب نحو الشرق. هذا الهواء البارد سيعمل في البداية على نشوء أحوال جوية غير مستقرة كما تحدثنا في مناطق بلاد الشام مع ظهيرة وبعد الظهر الجمعة، في حين يستقر هذا الهواء البارد في المنطقة مع ساعات مساء وليل الجمعة على السبت والسبت، حيث تتأثر المملكة بتيارات غربية رطبة باردة تعمل على انخفاض درجات حرارة واستمرار فرص هطول زخات خفيفة من الأمطار. هنا الحديث عن بعيدة انتصاف ليل الجمعة السبت والقسم الأول من يوم السبت. ننتقل معكم الآن لمشاهدة توقعات درجات حرارة في طبقات الجو العالية البنائية. نلاحظ معكم اندفاع لهذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا والرطبة من الجزر اليونانية، كذلك الحال جنوب الأراضي التركية نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط في يوم الجمعة، تتحرك مع ساعات ظهيرة الجمعة لتتمركز فوق مناطق بلاد الشام بالتزامن مع امتداد لمنخفض جوي على السطح كما تحدثنا، يؤدي إلى نشوء هذه الأحوال الجوية غير مستقرة. لكن هذا الهواء بارد في طبقات الجو المتوسطة والعالية البنائية في طريقه إلى الرحيل نحو الشرق نحو الأراضي العراقية مع ساعات مساء الجمعة ومنتصف ليل الجمعة والسبت، وبالتالي كما نلاحظ ارتفع درجات حرارة في طبقات الجو العالية، وبالتالي رحيل الفعالية الجوية الرئيسية أو غير المستقرة على المملكة وتأثير لتيارات هوائية باردة في طبقات الجو المنخفضة تعمل على سيادة أجواء باردة مع هطول زخات خفيفة من الأمطار. بالحديث عن الأمطار، شاهدوا معي توقعات نظام محاكاة الأمطار الخاص
الخاص بنا وهنا في طقس العرب مع بداية يوم الجمعة ساعات صباح الجمعة. توقعات لا توقعات بهطول الأمطار في أي من المناطق المملكة، لكن مع ساعات الظهيرة نلاحظ معكم تكاثر كميات كبيرة من السحب الركامية تتخلل هذه السحب، سحب رعدية ممطرة بالأخص في المناطق الشمالية الوسطى، منطقة البحر الميت، الأغوار الجنوبية، منطقة غور الصافي، كذلك الحال مناطق الأغوار الوسطى والأغوار الشمالية. تتحرك هذه السحب بشكل تدريجي نحو الشرق والشمال الشرقي لتعم كامل هذه المناطق، لكن مناطق جنوب المملكة هي على أطراف هذه الحالة الجوية الماطرة، لكن ذلك لا يمنع من هطول زخات رعدية في أجزاء من تلك المناطق كونها حالة من عدم الاستقرار الجوي. تتحرك كما تحدث هذه الفعالية الجوية شرقا نحو الأراضي العراقية، في حين تبدأ المملكة بالتأثر مع ساعات منتصف ليل الجمعة السبت ويوم السبت في القسم الأول منه بتيارات هوائية باردة رطبة لكنها مترافقة بزخات خفيفة من الأمطار بطابع عشوائي ومتفرق فوق العديد من مناطق المملكة، لكنها كما تحدثت خفيفة وتسود أجواء باردة. مع ساعات مساء السبت تنتهي الفعالية الجوية عن عموم مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى. ننتقل معكم الآن للحديث حول الثلاث أيام القادمة. نلاحظ معكم أجواء غائمة جزئيا بعيدة ساعات عصر يوم غدا الخميس بسحب متوسطة وعالية، درجات حارة عشرينية فوق العديد من المناطق، تكون أقل من ذلك في مرتفعات العاصمة عمان. مع ساعات نهار يوم الجمعة تتشكل أحوال جوية غير مستقرة مع ساعات الظهيرة وما بعد الظهيرة والعصر، تنتهي الفرصة لهطول زخات رعدية غزيرة من الأمطار فوق العديد من المناطق الشمالية الوسطى بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت. أيضا يتخلل هذه الأمطار الرعدية فرص لزخات من البرد لا سيما في المناطق الجبلية. مع ساعات ليل الجمعة إلى السبت تنتهي الأحوال الجوية غير مستقرة، تبدأ تيارات هوائية باردة رطبة بالتأثير على المنطقة، أجواء باردة مع هطول زخات خفيفة متقطعة محدودة من الأمطار بمشيئة الله. تستمر هذه الفرصة مع الساعات الأولى من نهار السبت، في حين تكون الأجواء باردة يوم السبت وتكون درجات حارة دون معدلاتها المفترضة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية. إذن كملخص الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة، أجواء معتدلة مستمرة يوم غد الخميس بمشيئة الله مع درجات حارة عشرينية فوق العديد من المناطق، زخات رعدية من الأمطار متوقعة يوم الجمعة مرافقة لأحوال جوية غير مستقرة بالذات فترة ما بعد الظهر والعصر، كذلك الحال انخفاض ملموس وواضح الحارة بمشيئة الله تعالى يومي الجمعة والسبت، وأجواء غير مناسبة للنشاطات والرحلات الخارجية بفعل توقعات الأمطار وتوقعات بعودة الأجواء الباردة إلى المملكة بعد أن ارتفعت الحارة بشكل مؤقت الأربعاء والخميس وسادت أجواء معتدلة. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.